السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الطلبة والطالبات. How are you؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحة وسعادة. النهاردة بإذن الله هنشرح مع بعض الفرق ما بين sense و for. بس بداية كده عايزة أشكر قناة أجيال الأندلس، لأن هي بتتيح الفرصة للمعلمين إن هم ممكن يقدموا مادة تعليمية مفيدة على القناة دي. طبعا قناة أجيال الأندلس قناة تعليمية متميزة، لأن عليها جميع شرح جميع المواد التعليمية. فأنا بشكر مستر أسامة رزق اللي أتاح لي الفرصة دي، وبشكركم كلكم. أنا معاكم مس رانيا سلطان، وقناتي اسمها مس رانيا إنجليش. إن شاء الله هتلاقوا اللينك بتاعها في صندوق الوصف. يا رب تستفيدوا إن شاء الله من الفيديو. يلا نبدأ مع بعض، هنشرح الفرق ما بين سنس وفور. بداية كده عايزين نعرف الأول يعني إيه سنس ويعني إيه فور. الأول عندنا سنس، هنكتب كده بسم الله الرحمن الرحيم. سنس معناها إيه؟ معناها منذ. تمام، يبقى سنس معناها منذ، وفور معناها لمدة. هناخد الأول سنس ونشوف بيجي بعدها إيه. طبعا يا جماعة السنس وفور من الكلمات الدالة على زمن المضارع التام. المضارع التام اللي هو إيه؟ اللي هو بيتكون من have أو has زائد الباست participle. يعني إيه برضو؟ يعني الجملة بتاعتهم لازم يجي قبل سنس مضارع تام، لازم يجي قبلها have أو has، والباست participle نفس الكلام for لازم يجي قبلها have أو has والباست participle. طب إيه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم الحاجات اللي بتيجي وراهم اللي المفروض نكون كلنا عارفينها وحافظينها. طيب إيه الحاجات اللي بتيجي ورا sense؟ نحفظها مع بعض بترتيب سهل كده. بيجي بعد sense أيام، شهور، سنين، ساعات، كلمة last، كلمة then، عندي كمان بيجي بعد since بيجي بعدها noun اللي هو اسم، كمان بيجي بعد since جملة أو كلمة في زمن الماضي البسيط، يا إما جملة أو كلمة محطوطة فين؟ في زمن الماضي البسيط. يبقى إيه اللي بيجي ورا سنس؟ اللي بيجي بعد سنس، الحاجات دي كلها بتيجي بعدها. أيام، شهور، سنين، ساعات، نحفظهم مع بعض كده ك تايتلز أو كعناوين علشان تبقى سهلة علينا إن إحنا نفرق بينهم. اللي بعد سنس بيجي أيام، شهور، سنين، ساعات، كلمة لاست، كلمة ذان، بعدها بيجي الناون، وكمان جملة أو كلمة في زمن الماضي البسيط. طيب أيام زي إيه؟ أي يوم من أيام الأسبوع، زي مثلا مونداي. Monday. يبقى أنا لما أجي ألاقي كلمة Monday وقبلها نقط أختار sense ولا for؟ هختار sense، لأن بيجي بعدها يوم من أيام الأسبوع. طيب شهور زي إيه؟ أي شهر من شهور السنة، مثلا January. January اللي هو شهر إيه؟ شهر يناير. تمام، هختار sense. طيب سنين زي إيه؟ سنة في الماضي، زي مثلا 2000، عام 2000. تمام، دي بيجي قبلها سنس. طب ساعات زي ايه؟ سنس 7 o'clock، منذ الساعة السابعة، هختار برضو سنس. طيب سنس لاست بيجي بعدها لاست، لاست ايه؟ لاست ويك، لاست يير مثلا، منذ السنة الماضية، منذ الأسبوع الماضي، وهكذا. طيب سنس ذان دي ما يجيش بعدها حاجة، دي بيجي بعدها نقطة، ويبقى ساعتها معناها سنس ذان معناها منذ ذلك الحين. طيب لسه ما خلصناش، عندنا السنس كمان بيجي بعدها النون. نون زي إيه؟ سنس هوليداي، منذ الأجازة، منذ الأجازة. تمام، طيب سنس كمان بيجي بعدها جملة أو كلمة في زمن الماضي البسيط، كلمة زي yesterday، دي كلمة دالة على الماضي البسيط، أو جملة دالة على الماضي البسيط. أما أقول since I was born، منذ أن إيه؟ منذ أن ولدت. يبقى عندنا تاني، نحفظ تاني، بنقول إن since كلمة من الكلمات الدالة على زمن إيه؟ على زمن المضارع التام، اللي هو إيه المضارع التام؟ اللي هو have أو has زائد ال past participle. طيب since بيجي بعدها، ناخد بالنا إن since بيجي إيه؟ بعدها. أنا هعملها لكم كده علشان
نبقى عارفينها. بيجي بعدها ايام، شهور، سنين، ساعات، نحفظها كده. ايام زي يوم من ايام الاسبوع زي مثلا مونداي، شهر زي جانيوري، سنه زي سنه ميلاديه في الماضي زي عام 2000 2000، ساعات زي 7 اوكلوك. عندنا since last، last year، last week، منذ الأسبوع الماضي، منذ السنة الماضية، since then، منذ ذلك الحين. بيجي كمان بعدها النون، ممكن أقول since holiday، ماشي، منذ الأجازة. وكمان بيجي بعدها ممكن جملة أو كلمة في زمن الماضي البسيط، أما أقول since yesterday، منذ الأمس، أو since I was born، منذ أن ولدت. تمام كده؟ دي حكاية since. أما for، for بقى بسيطة، أبسط كتير من since. فور برضو كلمة دالة على المضارع التام، يعني بيجي قبلها مضارع تام، وفور معناها لمدة. بيجي بعدها ثلاث حاجات فقط، ثلاث حاجات هنصنفهم بالطريقة دي. هنقول بيجي بعدها كلمة تبدأ ب ا، بس لازم تكون الكلمة دي فترة زمنية، تبدأ ب ا أو ان، يا إما الكلمة تبدأ بـ a أو an. والتانية هقول كلمة the last، بيجي بعدها the last. تمام. وتالت حاجة كلمة، كلمة تبدأ أو sorry تنتهي بقى، كلمة تنتهي بـ s، برضو لازم تكون فترة زمنية. زي ايه كلمة تبدأ بآ؟ لازم اقول فترة زمنية، مش اي كلمة تبدأ بآ، منذ او لمدة اسبوع مثلا for a week، for a week، for a year، for a month، وهكذا. يبقى الكلمة بدالي بآ، وطبعا الكلمة مش اي كلمة، يعني ما ينفعش اقول for a tree عشان ما حدش يقول لي انت قلتي اي كلمة تبدأ بآ. لا، مش اي كلمة، لازم الكلمة تكون فترة من الوقت، فترة زمنية، اسبوع، شهر، سنة، وهكذا. يبقى for a week، for a year، يبقى بميزها انها بتبدأ بآ. او ممكن an، زي ممكن اقول for an hour، for an hour، منذ ايه؟ منذ ساعة او لمدة ساعة، مش هقول منذ بقى، هقول لمدة for an hour. تمام. يبقى عندنا for بيجي بعدها ايه؟ هنكتب هنا كده بعدها، مش قبلها، لان اللي قبلها have او has زي sense بالظبط. بيجي بعدها an، كلمة تبدأ بآ او an، الكلمة دي لازم تكون فترة من الوقت، زي a week، أم أقول for a week، for a year، for a month، او تبدأ بan زي for an hour، لمدة ساعة. وعندنا بيجي بعدها the last، مش last بقى، last بتيجي بعد since، اما the last بتيجي بعد for. for the last ايه؟ برضو the last year، او the last week، the last month، وهكذا. يبقى for بيجي بعدها the last، انما since بيجي بعدها last. اخر حاجة كلمة تنتهي بايه؟ تنتهي بس. لو جينا جمعنا a week، اجمعوها لي كده، تبقى weeks. تمام. يبقى كلمة اللي بتبدأ بتنتهي بس هتبقى weeks، اسابيع مثلا. او ممكن اضيف لها رقم قدامها واقول for 5 days، منذ 5 ايام، كده الكلمة منتهية بايه؟ بس. وبرضو مش اي كلمة، دي لازم تكون فترة من الوقت، لازم تكون ايه؟ فترة من الوقت. يبقى for بيجي بعدها كلمة تبدأ بآ او ان، زي a week، a year، a month، او an hour. كلمة تنتهي بس زي weeks، او 5 days، زي 6 months، وهكذا. او كلمة the last، the last ايه؟ the last year، the last week، the last month. يبقى عرفنا الفرق ما بين since و for. انا عايزاكم تحفظوهم بالطريقة دي، اللي هم بعدهم ايه. لازم نبقى عارفين ان الكلام اللي انا بقوله ده بعدهم مش قبلهم، لان اللي قبلهم مضارع تام، عشان نعرف ايه اللي بعدهم ونعرف نختار ونفرق ما بين since و for. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو وعرفتوا الفرق ما بين since و for. كنت معاكم انا مس رانيا سلطان، و thank you for watching and goodbye.